طلاب الأعزاء من الصف الأول للثالث، معاكم المستشارة التربوية والمرشدة في الخدمات النفسية الاستشارية منى محاجني. راح أكون اليوم معاكم بدرس مهارات حياتية في موضوع العطاء والمساعدة هدايا صغيرة. قبل ما نبدأ، مهم جدا بهاي اللحظات الغير اعتيادية اللي احنا عايشينها واللي احنا حاسينها، بالرغم من انه احنا موجودين اليوم عبر الشاشة، انتوا في البيت وانا هون بتواصل معكم عبر الشاشات، لكن مهم جدا عبر البعد هذا نحس في القرب، لهيك انا موجودة لكم اليوم. مهم جدا لما بتكون في عنا ازمات، ضغوطات، وضع طارئ في حياتنا، انه دائما نتذكر انه في عنا مهارات حياتية، قدرات كامنة عنا اللي بنقدر نستعين فيها لنواجه هاي الأزمات وهاي الضغوطات، لأنه المهارات الحياتية هي قدراتنا، هي طاقاتنا الكامنة اللي فينا ومهاراتنا اللي بتساعدنا نواجه الضغوطات الحياتية اللي بنواجهها يوميا بالحياة الاعتيادية أو بمثل هاي الحالات اللي إحنا موجودين فيها، حالات الطوارئ. مهم جدا تتذكروا إنه كل إشي رح يكون على خير وعلى ما يرام، وهاي الأشياء الأمل اللي عندكم هو اللي راح يساعدكم انكم تواجهوا الأزمة الموجودة. يلا بينا؟ يلا. قبل ما نبدأ في درسنا، مهم جدا تحضروا ما هو آتي: دفتر، قلم، وألوان. راح أعطيكم دقيقة لحتى تحضروهن، أنا بانتظاركم، روحوا جيبوهن وأنا بستناكم هون. أحبائي رجعتوا، ممتاز، حضرتوا الأغراض، يلا نبدأ درسنا. رح نتعلم اليوم أغنية كن ذا أثر، وبدعوكم بوقتكم الخاص تسمعوها لأنها أغنية كثير رائعة. كمان رح نفكر بالهدايا اللي أنتوا تلقتوها، والهدايا كمان اللي أنتوا أهدتوها لأشخاص عزيزين عليكم، إن كان أصدقاء وإن كان حدا من أفراد العائلة. رح نتلقى نتعامل مع أوضاع مختلفة اللي بتتطلب المساعدة. رايحين نفكر مع بعض كيف ممكن إحنا نطلب المساعدة ومن مين. وبآخر لقائنا لليوم رايحين نحضر هدية كثير مفرحة لأحد أفراد العائلة. أغنية كن ذا أثر. إحنا كلياتنا منحب نتلقى الهدايا. مين فينا بحبش الهدايا؟ أنا وإنتو كلنا دائما نتلقى هدايا بالمناسبات السعيدة، بأعياد ميلادنا، وهي الهدايا بتكون كثير مفرحة لإلنا وبتدخل البهجة والسرور على قلوبنا. كمان هاي الهدايا ممكن تكون أغراض، لكن سؤالي لإلكم، هل الهدية لازم تكون بس غرض؟ كمان في هدايا إحنا بنتلقاها اللي هي مش أغراض، هدايا اللي كمان بس مش من بس بنشوفها إلا بنحسها وبنشعر فيها. هاي الهدايا مهمة جدا لاستمرارنا في الحياة. قبل ما نتعرف على هاي الهدايا، مهم جدا نقرأ أغنية كن ذا أثر ونتفكر ونتأمل بمعانيها. كن ذا أثر. أن تعطي يا صديقي يعني أن لا تعيش من أجلك فقط، يعني أن ترسم على نوافذ المتعبين أبهج الصور، تخبرهم أن خلف كل زجاج متسخ ربيع فاتن، وأن تغلف هدايا البهجة بشرائط حب ملونة تهديها للغرباء، وأن تصنع من حديثك وأفعالك ضمادة تجبر كسر الضعفاء. كن ذا أثر وأسعد تسعد. حبايبي الحلوين، تعالوا نفكر بالهدايا المميزة والرائعة اللي انتو أهدتوها لأشخاص بتحبوهم، إن كان صديق، إن كان أحد أفراد العائلة. يلا بإمكانكم ترسموا
بإمكانكم تكتبوا هاي الهدايا اللي انتوا أهدتوها للأشخاص هذولا هؤلاء الأسفه هؤلاء الأشخاص العزيزين عليكم، وأنا بانتظاركم. راح أعطيكم 5 دقائق للقيام بهاي المهمة.
طلابي الأعزاء، أنا واثقة كثير إنكم رسمتوا شغلات كثير مميزة وكتبتوا شغلات كثير مميزة. بهاي اللحظات بدي أطلب منكم هاي المرة إنه ترسموا أو تكتبوا شغلات اللي أنتوا تلقطوها من صديق أو من أحد أفراد العائلة. معاكم 5 دقائق للقيام بهاي المهمة. Thank you.
أنا واثقة إنكم كمان تلقيتوا هدايا رائعة جداً زي الهدايا اللي أنتوا أهدتوها. حبايبي الحلوين، الهدايا ممكن تكون هدايا مادية نلمسها في إيدنا، مثل ألعاب، مثل ملابس، بازل، شغلات اللي أنتوا بتحبوها وبتدخل على قلبكم البهجة والسرور. لكن في هدايا كمان نتلقاها اللي إحنا منحسها، منشعر فيها بدون ما نلمسها بإيدينا. هاي الهدايا كمان هي هدايا كثير مهمة وكثير بتساعدنا بحياتنا وبتدخل السعادة والسرور على قلوبنا، مثلها مثل الهدايا المادية اللي منلمسها ومنحسها في إيدينا. مثل هاي الهدايا ممكن يكون حضن، حدا يحضننا، قبلة، ابتسامة، إطراء، حدا يمدحنا، حدا يشكرنا على إشي قمنا به، يبتسم بوجهنا، مثل لما بلاكي معلمتي وبتبتسم بوجهي، مثل لما أمي أو أبوي أو جدي وجدتي بيقبلوني على خدي، ومثل لما أمي بتحضني حضن عميق كثير. كل هاي الهدايا صغيرة ومنحبها وبتشعرنا بالسعادة. يا ترى شو في كمان هدايا من هذا النوع ممكن إحنا نتلقاها؟ فكروا. أحسنتم، كمان العطاء هو هدية والمساعدة هي هدية. تعالوا نفكر مع بعض في أحداث اللي أنتوا قمتم بعملها وبإدخال السعادة على قلوب أصدقائكم أو أحد أفراد العائلة أو أي شخص عن طريق العطاء. أنتوا قمتم بإعطاء شخص شيء معين ومميز. رح أعطيكم لهذه المهمة 5 دقائق.
أنا واثقة إنكم كتبتوا أحداث كثير مثيرة للاهتمام ومميزة، بإمكانكم تشاركوا الأحداث اللي كتبتوها والمهمات السابقة مع أحد أفراد العائلة، وكمان بإمكانكم مشاركتها مع معلمتكم بالمدرسة أو مستشارة مدرستكم. تعالوا نشوف شو تعلمنا للآن. لحديت الآن تعلمنا إنه بكل علاقة في أخذ وعطاء، أنا بعطي وكمان بأخذ أشياء بالمقابل. عندما نعطي وعندما نتلقى هذا الأمر بشعرنا بالسعادة وبالرضا. العطاء اللي إحنا بنعطيه عطاء سخي، إحنا مننتظرش قباله أي مقابل. في بعض الأحيان لما إحنا بنعطي العطاء بيعطينا شعور بسعادة فائقة لدرجة وكأننا قمنا بعمل نشاط اللي بيسعدنا، كأن عملنا فعالية كثير منحبها. درجة السعادة اللي بنشعر فيها بالعطاء هي توازي وتساوي درجة السعادة اللي بنشعر فيها لما بنقوم بفعالية حلوة وإحنا منحبها. بدي أطلب منكم تنادوا أحد أفراد الأسرة يقعد حدكم ويساعدكم بالمهمات القادمة. إذا ما توفرش حدا من أفراد الأسرة حدكم، بإمكانكم تفكروا مع نفسكم. إحنا رح نتعلم هسا عن كيفية مساعدة الأصدقاء. رح أعرض أمامكم أحداث لأصدقاء اللي بحاجة لمساعدة، وبدي منكم تتناقشوا مع فرد الأسرة اللي حدكم كيف ممكن نقدم المساعدة للشخص اللي موجود في القصة أو الحدث. رح أعطيكم دقيقة تروحوا تنادوا أحد أفراد الأسرة. رجعته؟ ممتاز، بتمنى انكم لقيتوا احد افراد الاسره اللي بامكانه يكون معكم ويكون بالمهمه معكم. وزي ما حكيت قبل، اذا ما فيش حدا بامكانكم تقوموا بالمهمه مع نفسكم وتفكروا تفكير داخلي. المهمه الاولى، احضر الدلال العديد من الكتب الى المدرسه. انها تواجه مشكله في حمل الحقيبه والمشي، حمل كيس الكتب والمشي، فهي بتتوقف كل لحظه لأنها مش قادرة، الكتب كثير ثقال عليها. كيف بإمكاننا نساعد دلال؟ معاكم دقيقتين لتقوموا بالمهمة. أنا أكيد إنكم اتناقشتوا مع أحد أفراد الأسرة أو فكرتوا مع نفسكم بكثير حلول مميزة. فعلا ممكن نساعد دلال بأنه نحمل عنها الكتب، ممكن ننادي أحد الأصدقاء كمان إذا كانوا الكتب ثقال ونحمل سوية مع بعض هاي الكتب، ممكن كمان إحنا نأخذ الحقيبة عن دلال. الحدث الثاني، رامي مريض وهو متغيب عن المدرسة منذ يومين، وبما أنه يسكن بعيدا لم يرسل له المادة المساعدة التي وزعتها المعلمة في الصف. تعالوا نشوف مع بعض
مع أحد أفراد أسرتكم اللي حدكم، كيف بإمكاننا نساعد رامي المريض؟ دقيقتين لهي المهمة. أنا أكيدة إنكم طلعتوا بأفكار كثير مميزة اللي نقدر نساعد فيها رامي. بالإمكان إنه نأخذ عاتقنا إنه نروح عند رامي نزوره لأنه مريض ونعطيه المادة المساعدة. بإمكاننا نتصل فيه ونخبره عن المادة المساعدة، أو بإمكاننا بشكل بسيط جدا إنه نحكي لمعلمتنا إنه رامي مريض وهي بإمكانها تتدبر الأمر مع رامي. في عنا كمان حدث أعزائي، علاء سقط عن الدراجة وتلقى ضربة، كيف بإمكاننا نساعد علاء؟ تعالوا نشوف الحلول الحلوة اللي رح تعطونا إياها لمساعدة علاء. معاكم دقيقتين. أحسنتم طلابي بالحلول اللي أعطتوها لعلاء،
مهم جدا انه لما علاء يكون متضايق من الضربه اللي تلقاها نهديه ونريحه ونهدي اعصابه وما نخليه يخاف كثير. كمان مهم جدا انه ننادي حدا كبير او نتواصل مع احد البالغين اللي حوالينا اللي يساعدنا، او بامكاننا نخلي علاء يتكئ علينا ونوصله للبيت، او بامكاننا نساعده على انه يقود الدراجه ونكون حده. كمان حالي في عنا طالبه اسمها تمارا. تمارا طالبة جديدة في الصف، وتمارا طالبة بتعرفش اللغة العربية، وهي دائما بتكون بالساحة لحالها. كيف بإمكاننا نساعد تمارا اللي موجودة في الساحة لحالها وما إلهاش أصدقاء؟ معاكم دقيقتين لتجاوبوا وتعطوني حلول مميزة زيكم. أحسنتم طلابي، تمارا فعلا بحاجة لمساعدتنا وبحاجة إنه نتقرب لإلها ونساعدها لحتى تتعلم شوي شوي لغتنا، وكمان لحتى ما تكون لحالها وتقدر تكون أصدقاء. إحنا بكثير أحيان بنحتاج مساعدة، وكمان كثير مرات بنوقع بمواقف اللي بحاجة لمساعدة. تعالوا نفكر لما مرة كنا بموقف اللي بحاجة لمساعدة وتلقينا مساعدة من صديق، كيف كان شعورنا؟ شو فكرنا؟ كيف تصرفنا؟ معاكم دقيقتين لتختاروا شعوركم وتحكوا كيف فكرتوا وشو صار بالضبط، شو الحدث اللي كان.
فعلا تلقي المساعدة من الأصدقاء بيعطينا كثير مشاعر مختلفة ومميزة. كيف ممكن إحنا نطلب المساعدة؟ كثير طلاب وأولاد لما بيحتاجوا لمساعدة بطلبوها بطرق مختلفة، آسفة، كثير طلاب لما بيحتاجوا لمساعدة بطلبوها بطرق مختلفة. في طلاب لما بيكونوا بحاجة لمساعدة أو بوضع ضاغط أو بأزمة وبيحتاجوا لمساعدة بيعبروا عن حاجتهم للمساعدة عن طريق الصراخ، عن طريق البكاء أو عن طريق الغضب. وفي طلاب لما بيحتاجوا للمساعدة بيعبروا عن حاجتهم للمساعدة إنهم بس بطلبوا رجاءً ساعدوني. أنتو لما بتحتاجوا للمساعدة كيف تطلبوا المساعدة؟ شو الطرق اللي بتستعملوها لتعبروا عن حاجتكم للمساعدة؟ معكم دقيقتين تتحدثوا مع أحد أفراد الأسرة اللي معكم أو تفكروا مع نفسكم عن الطرق اللي بتطلبوا فيها المساعدة. طلابي الأعزاء، بإمكانكم الآن تطلبوا من أحد أفراد الأسرة اللي رافقكم بالمهمات التالية إنه يترككم وتكملوا الدرس معي. أنا متأكدة إنه الطرق اللي بتطلبوا فيها المساعدة طرق كثير جيدة ومثيرة للاهتمام، وبحب كمان تشاركوها مع أفراد الأسرة أو مع معلمتكم أو مع أصدقائكم في الصف. مهم جدا لما نحتاج للمساعدة ببساطة هيك نطلب المساعدة. يعني إذا تعرضت لموقف إني أنا مروح من المدرسة ونسيت مفتاح البيت، ببساطة بطلب من أحد أصدقائي إنه أبقى عنده لحتى يرجعوا أهلي من الشغل. إذا نسيت وظيفتي البيتية، شو هي الوظيفة؟ بإمكاني إني أطلب من صديقي يخبرني ببساطة شو هي الوظيفة. إذا رحت على مدرستي ونسيت زوادتي، ببساطة بطلب من أحد أصدقائي يشاركني زوادته. وإذا كنت بحمل إشي ثقيل علي، ببساطة بطلب من أحد أصدقائي وبحكي له بإمكانك تساعدني؟ بإمكانك تحمل معي؟ دائما لدينا أشخاص اللي إحنا نتوجه لإلهم. لما بنكون بالبيت وبحاجة لمساعدة دائما في أشخاص حوالينا اللي بنقدر نطلب مساعدتهم. فكروا مين هم الأشخاص اللي بالعيلة اللي لما بتحتاجوا لمساعدة دائما بتتوجهوا لهم. أحسنتم، بإمكاننا بالعيلة نتوجه لأمنا، لأبونا، لأخوتنا الكبار أو حتى لجدتنا وجدتنا وأعمامنا وأخوالنا إذا بيكونوا متوفرين حوالينا. كمان مرات إحنا بنكون بمواقف بالمدرسة بحاجة لمساعدة، وهي المواقف كمان في أشخاص كثير ممكن نتوجه لهم. يا ترى أنتو لما بتحتاجوا للمساعدة في المدرسة لمين بتتوجهوا بالمدرسة؟ تعالوا نفكر.
أحسنتم، لما بنكون بالمدرسة بإمكاننا نتوجه وببساطة لمربية صفنا، لمعلمتنا، لمستشارتنا، ولا أي معلم موجود في المدرسة، وكمان حتى لمدير المدرسة أو أحد أصدقائنا وزملائنا في المدرسة، إنهم هم كمان رح يكونوا على أتم استعداد إنهم يساعدونا ويكونوا سعداء بتقديم المساعدة لإلنا. كل حدا فينا في عنده أشخاص بحياته اللي بيعتمد عليهم بشكل خاص، بحس إنه هذول الأشخاص بيهتموا لإله وبكثيروا لأمره وبحبوه، وهيك هم مستعدين يقدموا له المساعدة وقت ما بيحتاجها. قبل ما أنهي، مهم جدا نتذكر الأشياء التالية. في بعض الأحيان إحنا بنقدم المساعدة، وبعض الأحيان إحنا بنتلقى المساعدة. في كثير أوضاع بالحياة اللي إحنا الأولاد بنقدم المساعدة للأشخاص البالغين، لأنه كمان إحنا البالغين بنحتاج لمساعدتكم. ممكن إحنا نتعلم ونتدرب على طلب المساعدة، لما نحتاج مساعدة نتدرب ببساطة هيك نطلب المساعدة. وخاصة لما منتصعب نطلب المساعدة، مهم نتذكر إنه بإمكاننا دائما دائما طلب المساعدة، وطلبها ببساطة: بإمكانكم مساعدتي؟ لقائنا اليوم كان كثير مميز، تعلمنا فيه كثير شغلات حلوة ومهمة جدا وبتساعدنا بحياتنا. تعلمنا عن العطاء، إنه بحياة كل شخص في علاقات اللي هاي العلاقات فيها أخذ وعطاء. اتعلمنا انه لما احنا منعطي او منتلقى منشعر بسعادة، منشعر برضا اللي توازي هاي السعادة، وهذا الرضا فعالية كثير ممتعة واحنا منحبها وقمنا فيها. تلقي المساعدة واعطاء المساعدة مثل هدية حلوة كثير احنا تلقيناها. في حالات اللي احنا منحتاج فيها لمساعدة، وفي حالات بيكون صعب علينا نطلب المساعدة، مهم 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 نتذكر دائما إنه نطلب المساعدة لما منحتاجها. قبل ما أنهي، بدي أعطيكم مهمة كثير صغيرة. بدو تختاروا أحد أفراد الأسرة وتمنحوا هدية. الهدية اللي بدكم تمنحوا إياها ممكن تكون عبارة عن تهنئة حابين تهنوا على شغلكم فيها، أو رسمة تعبر عن شيء مميز فيه، أو إطراء، أو مساعدة في المنزل. بإمكانكم اختيار هدية من هاي الهدايا ومنحها لأحد أفراد الأسرة. وما تنسوا تستمعوا للأغنية كن ذا أثر. كن ذا أثر، أن تعطي يا صديقي يعني أن لا تعيش من أجلك فقط، يعني أن ترسم على نوافذ المتعبين أبهج الصور، تخبرهم أن خلف كل زجاج متسخ ربيع فاتن، وأن تغلف هدايا البهجة بشرائط حب ملونة تهديها للغرباء، وأن تصنع من حديثك وأفعالك ضمادة تجبر كسر الضعفاء. كن ذا أثر وأسعد تسعد. قبل ما ننهي لقائنا لليوم، كثير مهم إنه تشعروا بالقرب رغم البعد، وأنا بتمنى إنكم شعرتوا بالقرب معي رغم البعد. بتمنى إنه رغم البعد المكاني إلا قدرت إني أكون قريبة منكم عبر الشاشة. مهم جدا حبايبي ما تبقوا لوحدكم ولا تكونوا لمفردكم، دائما كونوا على تواصل مع أصدقائكم، مع أحد أفراد أسرتكم، أو حتى مع معلمينكم. مهم جدا كمان أعزائي إنكم تشاركوهم، أصدقائكم، أفراد أسرتكم، بالتجارب الحلوة اللي بتستعملوها وكنتوا فيها، باهتماماتكم، بالأشياء الحلوة اللي بتهتموا فيها. كونوا دائما على تواصل. بتمنى إنكم استمتعتوا معي، وإلى اللقاء في درس مهارات حياتية قادم. إلى اللقاء.